السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي، حبيت نتكلم على قائمة 23 لاعب اللي اختارتها الاتحادية. ما نقدروش نقولوا اختارها مدرب الوطن منتخب مدرب المنتخب الوطني ولا المدير الفني ولا الديتيان، لأن ما عندنا والو. الاتحادية بقيادة زاتشي هي اللي من تضع القائمة، ولما حب المدرب يدير روحه الشخصية تمت إقالته والمتمثل في بوعلام شارف. إذا القائمة هذه خوتي كالعادة ما خرجتش على المألوف، كما كنت نقول لكم سابقا، كما راه الواقع، سبع لاعبين من نادي بارك كالعادة. لا طرد يتقاسموها، الكعكة يتقاسموها. أصبحت المنتخبات الوطنية لفئات الشباب ملك لنادي بارادو، يعني كما نقولوا احنا ملك للعائلة. المنتخب الوطني لأقل من 15، أقل من 17، أقل من 19، أقل من 23 هو ملك ولا ملكية خاصة لنادي بارادو ولشركة خير الدين زاتشي. بالمختصر المفيد، نروحوا للبعيد، ندخلوا في صلب الموضوع. في القائمة كاين نجم ساطع في البطولة الوطنية اللي ما يحبوش يتكلموا عليه في البلاطوات، ولا حتى يتكلموا عليه كموضوع سطحي، ما دارولوش ندوات ومحاور ولقاءات كما كانوا يديروا اللاعبين تاع بارادو وبعض لاعبين البطولة الكرتونية اللي تعرفوهم، اللي قالوا لنا باللي يا ولدي شافاي احسن من ماندي، وعبد اللاوي احسن من ماندي، ومزياني اللي لعب في ليكيب ريزيرف تاع لو هافر ومن بعد لعب في لطوانيا في البطوله اللطوانيه احسن من اسحاق بالفوضيل مهاجم هوفنهايم. الان ما تكلموش على لاعب اسحاق بوصوف، هذا اللاعب متالق، لاعب شاب عنده 19 سنه. هذا اللاعب كان في وقت بوعلام شارف، للأمانة باش ما نعطي كل واحد حقه، كان يستدعى لأقل من 19 سنة، كان يعيطوا له في 16 بصح باش يلعب أساسي، يحاولوا دائما يبعدوه رغم أنه بوعلام شارف يلعب فيه، يعني بنهضروا الصراحة. بعد ما راح بوعلام شارف هذا اللاعب ما زالش بان. القائمة تاع أقل من 23 سنة، هذا اللاعب ما عندوش في عمره 17 ولا 15 سنة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة ما عندوش 40 سنة، كيما يلعبش مع الإيفان تروا وقتاش يلعب؟ أنت يا أسطورة كنت تقول لنا لعب الشباب، هاد اللاعبين هاد الرجال لازم يلعبوا في السينيور. هذا اللاعب في الإيفان تروا ما لعبش، في الإيفان تروا نحاه زاتشي خاطر ماهوش من ليكيب تاع بارادو، ما يدخلش في مخططات بارادو، نحاه جاي من وفاق سطيف، وفاق سطيف نادي غير جزائري، نادي مغضوب عليه، نادي ماهوش جماهيري، بارادو هي اللي جماهير، لاماسيا، بارادو راهي لاماسيا. زاتشي قال لكم كيما هاك اسطوره يسوق في اللاعبين تاع بارادو كيما هاك في البلاطوهات، ما جبناش من عندنا. هذوك تسمعوا بعد ايام لاعب اكتشاف جديد للاسطوره، انا ما نعرفوش اللاعب هذا، ظهير ايسر، قال لك يلعب خير من غلام وخير من فارس. وليام بيناتنا، الايام الجايه ان شاء الله تشوفوا اللاعب هذا يضغطوا كالعاده على بالماضي باش ينحي غلام ونحي فارس ويجيبوا هو مكانهم. يجيبوا هذا اللاعب المجهول اللي ما نعرفوش، انا جوار تاع بارادو تقريبا 80% ما نعرفهمش، نعرف بداوي، نعرف ولد زرقان، اللي جاب لي عيط تاع بارادو اللي سياهم من لالي هذاك في اونجيا مش يلعب، وجوار تاعو مزيان يلعب في البطوله الليتوانيه وخرجوه تلفوه، هذا اللي ما بيني معروفين اللي لعبوا بالكيب وعرضوا الساعة اللي فرضوا ماجر نحى بالخيثر والزفان وجابوا بالقوة، هذا معروفين اللي يبقوا يدوروا في البلاطوهات اللي ديما يتكلموا عليه في البلاطوهات. إذا كاين لاعب هذوك بعد ما زيد يقول لكم أنا الأسطورة اكتشفته وكذا، هو مش قضية اكتشفته، هو راهم يحوسوا يسوقوا اللاعبين تاعهم باش يتباعوا وباش يطلعوا في ليكيب ناسيونال، لازم يهضروا عليه في البلاطوهات. يعني البلاطوهات كاين واحد البلاطو واحد ما كانش غيره تعرفوه كامل، هذاك البلاطو يسوقوا فيه اللاعبين باش يتباعوا، لاعبين تاع بارادو باش يبقاو في فريق بارادو ما تجيش،
لازم يتباعوا باش كيفاش يتباعوا لازم يلعبوا تيتو لعب في ليكيب ناسيونال. بعد ما لعبوا القوائم كامل تاع المنتخبات الوطنيه اي 15 والاي 17 والاي 19 والاي 23 كامل ملكيه خاصه لنادي بارادو. اقل حاجه تلقى سبع لاعبين من نادي بارادو، ونادي بارادو هذا عمره ولا شارك في اي منافسه افريقيه، وحنا ماناش في افريقيا، حنا في اوروبا ولا في اسيا. باش نعودوا نتفهموا الاول الواقع كيما راه معاش، الواقع المعاش راه كيما هاك. حنايا في افريقيا واللاعبين اكاديميه لاماسيه ولا لاعب في ملعب في افريقيا، بصح تلقاهم في ليكيب ناسيونال تلقى ثاني سبعه، اقل من سبعه ما كانش. علاش ما عرف، روح سقسي زرشي خاطر ولا ليكيب ناسيونال ملكيه خاصه نتاعو. اذا خوتي نعاودوا نرجعوا لموضوعنا. كاين لاعب هاو دوك بعد ايامات اسطوره يعطيكم الكاشي لاغريمون باللي عطيتكم باللي هذا اوفيسيال خير من غلام وخير من ومن فارس. خطره الشامبيونه تاع الجزائر ونادي بارادو خير من نابولي وخير من واسمها اللي يلعب فيها فارس سبال خير منهم. الدوري الايطالي ميت ضعيف، الدوري الجزائري ونادي بارادو لاماسيا احسن بكثير والواقع يبين لك. نرجع لموضوعنا القائمه، قلنا هذا اللاعب نتاع وفاق سطيف نجم ساطع، لاعب عنده فنيات عاليه، عفوا فنيات عاليه تقنيا، فنيات موهبه هنا 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 عنده خامجلو في راسه بالدرجه، خامجلو لاعب هذا لو يبعد عليه العين اول حاجه، ولو يحموه المحيط نتاعو يحميه، ولو يحترف. انا ديما كلامي ما نبدلوش، احتراف هو الرسمي. اللاعب اللي يطور مستواه لازم يحترف. انا هذا اللاعب لو يحترف يروح لبعيد بربي ان شاء الله، يروح لبعيد اللي عنده موهبه، عنده موهبه. الموهبه هي الاساس، باش تنمي الموهبه نتاعك لازمك تطلع في المستوى، باش تطلع في المستوى لازمك تحترف في اوروبا. هذا اللاعب لازم يحترف. الشيء اللي يدهش كما قلت لكم، اللاعب هذا ما كانش في قائمه المنتخب الوطني اي 23 ما كانش، لانه قلت لكم وفاق سطيف ماهوش نادي لاماسيا، وفاق سطيف نادي مش جزائري. اذا مادام وفاق سطيف نادي مش جزائري ومادام ما عندهمش مناجر يتكلموا عليه في البلاطوات، اذا ما نجيبوش هذا اللاعب. وقائمه اللاعبين الشباب اللي يروحوا يشوفوا الايفان والايفان 3 ايفان 19 مسيطره، وفاق سطيف الثوره جمعيه وهران كما نورمالمون، هذا هم الانديه اللي باينه اللي في الساحة. ما تلقاش تلقى لاعب فريد في وفاق سطيف كامل. سبعة لاعبين من بارادو، ربعة ولا خمسة من نهد، وربعة ولا خمسة من ياسما، يعني هذا هما ملكية خاصة نتاع الاتحادية يلعبوا، تاع زرشي ملكية خاصة نتاع زرشي، يعني زرشي ملك عنده ملكية في المنتخبات الشبانية. بعد ما سابقا كانت مشيت له كانت حكمت له عنده ماجر اللي طبق له المشروع نتاعو، اللي ما يعرفش عروس شافه مع ماجر، اللي ما يعرفش الملاري شافه مع ماجر، اللي ما يعرفش مزياني شافه مع ماجر والكاراز، الجوار تاع بارادو سوقوهم. ولو كمل ماجر كان الايكيب ناسيونال كامل تكون من بارادو. ما جاب الماضي امور تغيرت، ما لازت شي، فبدل التوجه نتاعو، عرف باللي بالماضي صعيب باش تفرضوا لاعبين بارادو. ما لوش دار احتلال كامل للمنتخبات الوطنية من الإيكانز حتى الإيفان 3 كامل ملكية خاصة لنادي بارادو. الإيكانز تلقى 7-8 من بارادو، الإيديسات تلقى 7-8 من بارادو، الإيفان 3 تلقى 7-8 من بارادو، خلاص ما ملكية خاصة. يعني بصح أنا شي مدوخني، كيفاه هذه تاع الملكية نادي هذا لاماسيا ما قدرش يشارك في الأفريق، ما شارك لا في كوب دو لا كاف لا الشامبيونز ليغ، ما شاركش لا في كاس الكونفدراليه ولا الشامبيونز ليغ. لو شاركوا وداروا نتائج وعيطوا لهم في المنتخبات الوطنيه حتى المنتخب الاول والله ما تغيط منطقيه، قال اودي وصلوا بعيد في الشامبيونز ليغ، معليش ندو لاعب ولا زوز المنتخب الوطني مقبوله، بصح ولا لاعب. وحنا رانا في لافريك، بصح ولا لاعب لعب في الكومبيتيسيون هذه تاع لافريك، ويعيطوا له في ليكيب ناسيونال. علاش؟ لانكم تعرفوا القضيه. الشيء الاخر، بوعلام شارف ما مشاش مع طرح نتاع زرشي، اذا تمت اقالته. وعلاه ما جابوش مدير فني وطني؟ لانه يعرف خرايبهم،
يعرفها مكامل، يعرف تاريخ مكامل، يعرف تاريخ، يعرف باللي راهو عايجيب لي جوار تاع بارادو. الوحيد انا نقولها لكم اللي مشى معاه بالخط هو سعدان. سعدان يخدم مشروع سطشي، سعدان يخدم مشروع سطشي بالادله. سعدان اعطيه الماده، وين ما تكون الماده راني حاضر، اعطيني الباي الموني، كاين الموني راني معاك. هذه القضيه ما فيها انه كاين خلافات وقعت بين المناجير المنتخب الوطني وبين كما راني نهضروا الصحافه مشاكل. هو سعدان قلت لكم انا من الاول قلت سابقا سعدان اعطيه الماده يكون حاضر. الوحيد اللي عنده شخصيه، الوحيد اللي عنده شخصيه هو ابو علام شارف. ابو علام شارف ما مشاش مع الطرح لانه ما لعبش بازا، ما لعبش عديد من اللاعبين تاع بارادو. ماذا ما لعبش لاعبين بارادو ما نحتاجوكش يا اخي. هذه هي في الاخير خوتي. نتمنوا التوفيق لمنتخب الايفان 3 في مقابلتين وديتين ضد تونس. كما لا ننسى اللاعب اسحاق بوصوف اللاعب الموهوب، لاعب المتالق اللي بين باللي علو كعبه، علو كعبه، وبين باللي هذا لاعبين البطوله احسن من لاماسيه تاعهم. هاو سطيف يا اخي ما حبيتوش تدمونها ليكيب ناسيونال، بصح سطيف اللاعبين تاعها احسن بكثير من لاماسيه اللي تنفخوا فيها في البلاطوهات. فالاخير ختمنا لقاءنا مع مازن من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.